السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. النهاردة يا جماعة هنعمل مع بعض حاجة غالبية الستات بيستصعبوها ومش بيحبوا يعملوها. النهاردة أنا هعملها لهم بطريقة مبسطة وطريقة صحيحة عشان تبقى سهلة بالنسبة لهم. أول حاجة بنكون عين المنبر من بالليل في ملح وخل وليمون وكركم عشان الريحة بتاعته كده ويبقى يتنضف بسهولة. بعد كده هنقطعه حتت صغيرة بالمقص او على حسب ما انتوا عايزين، صغيرة او كبيرة. وبعدين هناخده حتة حتة كده نقلبه تحت الحنفية، ونقعد بعد كده نكحت فيه على المكان اللي احنا قلبناه، ونرجع نقلبه تاني وهكذا لحد ما ينضف خالص. وطبعا الممبار ما ينفعش يتعمل الا تحت الحنفية، لان وانا بقلبه الحنفية وهي نازلة المية وهي نازلة جمديتها بتخليه يتقلب معايا بسهولة، بس عشان كمان يبقى نظيف. شايفين المادة البيضاء الرقيقة دي؟ الرق ده الرق اللي في الممبار هو ده اللي بيعمل أي طعم وحش في الممبار، فلازم يتنضف يعني تماما، ما يتسابش منه ولا حتة قد كده. وبكون محضرة طبق حاطة فيه ملح وخل ومعلقة بصل مطحونة عشان بعد ما نضف الممبار بحطه فيها. وانا كده خلاص نضفت الممبار كله وهبدأ اعمل معاكم الخلطة بتاعته. بصلتين كبار مطحونين معاهم فصين ثوم مطحونين وخمس طماطمات مطحونين في الخلاط، وحدتين 3 وحدات ماجي، وكركم وجنزبيل وقرفة وبهارات ولومي مطحون، و3 معالق زيت وشبت وحزمة شبت وبقدونس وكزبرة. اللي بيسهل الحشو عليكم بقى اللي هو طبعا 3 معالق الزيت اللي حطيناهم، مع ان انتي تكوني قلبها على الحتة الناعمة عشان لو الحتة اللي فيها الدهون دي هيبقى صعب انه يدخل الرز وكده. وطبعا مية الطماطم برضه بتخليه سهل انه يمشي بسرعة في الممبار. وبعد ما خلطت الخلطة كلها كويس جدا واطمنت ان الماجي كله مخلوط مع الخلطة كويس مفيش حتة منه مكلكعة ولا حاجة، هبدأ احشي الممبار زي ما انتم شايفين. وطبعا شايفين طريقة الحشو سهلة ازاي، لان طبعا الزيت وكده بيسهل الحشو وبيخليه ما يبقاش حاجة صعبة، يعني كمان عشان قلبها على الحتة اللي جوه الناعمة هي دي اللي بتخلي الحشو الرز يمشي بسرعة في الممبار. ودي اسهل طريقة حشو للممبار على فكرة، احسن من القمع والكلام التاني، بياخد منك جهد ووقت وما بيطلعش بسرعة، لكن دي اسرع طريقة
واكيد هتعجبكم يعني ان شاء الله. وكده خلاص خلصت كل الممبراية اللي في ايدي، وهكمل بقى كل الممبار بنفس طريقة الحشو دي اللي انتوا شفتوها، وهرجع لكم. وكده يا جماعة، بعد ما خلصت الممبار اللي حشيته كله، وطبعا لازم اسيب فيه شوية تهوية كده زي ما هو دلوقتي. الشوربة حطيت فيها حبة مية تبقوا من الخلطة بتاعة الممبار نفسه، وطبعا البصلاية دي هحطها، وورق لوري، ورقتين لوري او ثلاثة، الكركم والبهارات، والاتنين ماجي، وبصل مطحون، وقرفة، وجنزبيل، وملح، ولومي، نص معلقة لومي مطحون. بس ونحط بقى الممبار عشان يستوي. ولو في كمان اسمه كرفس يبقى حلو جدا. بس واول بقى ما يستوي هرجع لكم عشان التحمير. وهو كده خلاص انا طلعته من حلة السلق، خلاص استوى. المفروض يقعد 15 دقيقة فقط، لانه لو قعد اكتر من كده هيتفرقع منكم كله. عشان انا جربتها مرة وحصلت معايا 6 وتلت ساعة فكله انفجر. لكن 15 دقيقة بيطلع كويس، والتحمير يكون متغطي الزيت، مغطي الممبار الزيت يعني، ما يكونش في سمنة كده، حبة سمنة مثلا في قعر الحلة، لا في قعر الطاسة. لازم يكون زيت كفاية وتقلبيه كتير عشان يطلع مقرقش كده وناشف وحلو يعني، ما يطلعش طري. واهو الممبار بعد ما طلعته من الشوربة وحمرته بقى بالشكل ده. لو عجبكم ما تنسونيش من الاشتراك واللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.